وصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى مطار نيامي الدولي للمشاركة في أعمال الدورة الاستثنائية 12 لقمة الاتحاد الإفريقي في نيامي عاصمة النيجر، وذلك في إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لعام 2019. ولدى وصول سيادته كان في استقباله محمد إيسوفو رئيس دولة النيجر وأعضاء السفارة المصرية في نيامي، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية وعزفت الموسيقى السلامين الوطنيين لجمهورية مصر العربية ودولة النيجر.